السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله مساءكم بكل خير. معاكم أخوكم مروان منصور من قناة أسرار الزراعة. اليوم بدنا نزرع بذور الفجل، وأيضا بدنا نزرع الخس الهندي، إحنا بسوريا نقول عنها هندبة. أول شيء نضيف السماد العضوي، بعدين نحرث الأرض بشكل جيد، بعدين نفرغ التربة بهذا الشكل ونعملها على شكل بركان، ونجيب قنينة مي فاضية ونثقب القنينة من كل الجوانب، وندمل القنينة أو نطمرها بشكل كامل بالتربة، فقط نترك الفوهة، بعدين نبذر بذور الفجل بهاي الطريقة، ونرجع نحرك التربة بشكل خفيف حتى تتخلط البذور مع التربة. وبعد ما زرعنا بذور الفجل، حاليا بدنا نعمل خط دائري أسفل الهرم أو التربة مشان نزرع الهندبة. هاي هي الهندبة، تشبه الخس. بدنا نزرع ونترك بين النبتة والنبتة مقدار 25 أو 20 سنتي، وبدنا نسقي الهندبة بشكل مباشر بعد الزراعة حتى نستخرج الهواء من الداخل. وبذور الفجل بدنا نسقي من خلال فوهة القنينة اللي زرعناها بالتربة. بيعدنا نوعين من بذور الفجل، بيعدنا النوع السبعيني وبيعدنا النوع الأربعيني. الأربعيني من أول ما تزرع البذرة حتى تأكل من المحصول بدك 40 يوم تقريبا، السبعيني من أول ما تزرع البذرة لحتى تأكل من المحصول بدك 70 يوم تقريبا. الأربعيني تجي حبة الفجل مثل حبة الخوخ الصغيرة، والسبعيني الحبة تصير مثل حبة التفاح أو مثل حبة البندورة. وبإمكانك تزرع الفجل بالشهر الثاني أو الثالث بداية الربيع، ومتى ما حبيت بالصيفية بإمكانك تزرع بذور الفجل، وبمثل هذا الوقت بالشهر العاشر، بالشهر التاسع، بالشهر الـ11 أيضا تقدر تزرع بذور الفجل. حتى تحافظ على الفجل ما يفوش من الداخل، لازم تكون منتظم بالسقاية، لازم تسقي كل يومين مرة. بهاي العملية الفجل يظل قلبه مليان من الداخل وما يفوش. هذا كل ما يخص زراعة الفجل. أخوتي، أي حدا حابب يفتح قناة على اليوتيوب، أنا سامح له ياخذ فيديوهاتي، وما رح أطالبه بحقوق الطبع والنشر نهائيا، لكن بتمنى منكم ما تستخدمون صورتي الشخصية اللي حاطها على صفحة الفيسبوك أو اللي حاطها على قناة اليوتيوب. بإمكانك تأخذ أي صور من صوري وتحطها على صفحتك الشخصية أو على قناتك على اليوتيوب، لكن حاول ما تحط الصورة اللي أنا حاططها حتى ما يصير اشتباه بين القنوات. وبتمنى من كل شخص حابب يساعدني أنه يشارك هاي الفيديوهات بالمجموعات حتى يعم الخير على الجميع، وحتى ما يروح تعبنا على الفاضي. إن شاء الله تكونون استفدتم من هذا الفيديو ولو بمعلومة واحدة. كان معاكم أخوكم مروان منصور من قناة أسرار الزراعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.